السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم برايمري فور؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هناخد مراجعة الربع الثالث لمادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. ان شاء الله النهاردة هنبدأ اول درس في المراجعة. تعالوا كده نتعرف على الدروس المقررة في الربع الثالث. الوحدة الأولى بعنوان عجائب وغرائب. الوحدة الأولى بعنوان إيه؟ عجائب وغرائب. هناخد فيها ثلاث دروس. الدرس الأول بعنوان طيور لا تطير، وهو درس قراءة. الدرس الثاني بعنوان في عالم الحيوان، في عالم الحيوان، وأيضا درس قراءة. الدرس الثالث بعنوان إني رأيت نملة، وهو درس نصوص شعر. يبقى هناخد الوحدة الأولى فيها ثلاث دروس: طيور لا تطير، في عالم الحيوان، إني رأيت نملة. هناخد ثلاث دروس في الوحدة الأولى. والوحدة الثانية بعنوان رحلة إلى القمر، رحلة إلى القمر. هناخد درس واحد بس بعنوان أمنية هناء، وهو درس قراءة. ويبقى هي دي الدروس المقررة علينا في الربع الثالث. ان شاء الله النهاردة هراجع اول درس في الوحدة الاولى بعنوان طيور لا تطير. الوحدة الاولى الدرس الاول طيور لا تطير. تعالوا كده ناخد قطعة وعليها اسئلة. اقرأ ثم اجب. كل الطيور لها أجنحة وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة، فهناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. تعالوا كده نشرح القطعة. بيقول لي ايه؟ كل الطيور لها اجنحة وريش. زي ما احنا عارفين يا برايمري فور ان كل الطيور لها اجنحة وريش. طيب مفرد اجنحة جناح، ومفرد ريش ريشة. كل الطيور لها اجنحة وريش. زي ما احنا عارفين الطيور كلها ليها ايه وايه؟ اجنحة وريش. ولكن قدرتها، يعني قدرتها يعني طاقتها، قوتها، طاقة الطيور، قوة الطيور على الطيران متفاوتة، يعني مختلفة. متفاوتة يعني مختلفة. بيقول لي ايه؟ ان كل الطيور لها قدرة مختلفة على الطيور الاخرى في الطيران، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة، يعني قدرتها على الطيران مختلفة. كل طائر يختلف عن الطائر الآخر في الطيران، في قدرته، في الطاقة بتاعته. فهناك طيور تطير في الفضاء، هناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط. يعني تعلو يعني ترتفع. طب يعني تهبط؟ تنزل. تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك. الطيور بتعلو وترتفع وتهبط هنا وهناك. طيب هيبدأ بقى يقول لي الأماكن التي تطير فيها الطيور. ها فين؟ فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. بعضها يقف، بيقف فين؟ على قمم الجبال. يعني قمم؟ قمة اللي هي أعلى الشيء. طب هو هنا بيقول لي في القطعة إيه؟ قمم الجبال يعني أعلى الجبال العالية، الجبال العالية يعني المرتفعة. تعالوا نقرأ مرة كمان القطعة. كل الطيور لها أجنحة وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة، فهناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. ناخد بقى أسئلة على القطعة. ألف
أكمل. معنى القمم قلناها في القطعة، معنى قمم إيه؟ أعلى الشيء. طب هو هنا جايب لي قمم الجبال، يبقى أعلى الجبال أو أعلى الجبل. طيب جمع الفضاء الأفضية، جمع الفضاء الأفضية. مفرد الشواطئ، الشواطئ اسم جمع، عايزة المفرد بتاعها. الشواطئ مفردها الشاطئ، الشواطئ مفردها ايه؟ الشاطئ. مضاد فوق، عكس فوق تحت. باء، بما تتميز الطيور؟ الطيور تتميز بإيه؟ تتميز الطيور بأن لها أجنحة وريش. تاني، بما تتميز الطيور؟ تتميز الطيور بأن لها أجنحة وريش. جيم، ما أهم الأماكن التي تطير فيها الطيور التي تستطيع الطيران؟ احنا قلنا يا ابراهيم ريفور اي سؤال بيبقى دايما اجابته فين؟ في القطعة. فما تخافش وانت بتقرا السؤال، دايما الاجابة موجودة في القطعة. طيب احنا قلنا من شوية ان الاماكن التي تطير فيها الطيور التي تستطيع الطيران، ها من شاطر هيقول؟ تطير الطيور في الفضاء وفوق الاشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. تاني، تطير الطيور في الفضاء وفوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. نقولها مرة كمان، تطير الطيور في الفضاء وفوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. هناخد سؤال آخر. وقد لفت طائر النعام أنظار التلاميذ، فمع إنه طائر ضخم فإن له جناحين لا يستخدمان في الطيران. أقول مرة كمان، وقد لفت طائر النعام أنظار التلاميذ، فمع إنه طائر ضخم فإن له جناحين لا يستخدمان في الطيران. بيقول لي إيه؟ وقد لفت يعني إيه؟ شد انتباه، جذب، لفت يعني جذب طائر النعام أنظار التلاميذ. لفت طائر النعام أنظار مين؟ التلاميذ. فمع إنه طائر ضخم، يعني إيه طائر ضخم؟ يعني طائر كبير الحجم. ضخم يعني ايه؟ كبير الحجم. فان له جناحين لا يستخدمان في الطيران، عنده جناحات بس مش بيستخدمها في الطيران. تعالوا نشوف كده الاسئلة على القطر. الف، اكمل. مرادف، مرادف يعني ايه يا ابراهيم ريفور؟ يعني معنى. مرادف يعني ايه؟ معنى، معنى او مرادف تمنحانه، يعني ايه تمنحانه؟ تعطيانه، تمنح يعني تعطي. طيب يبقى تمنحانه تعطيانه. مضاد ضخم، احنا قلنا ضخم يعني ايه؟ كبير الحجم. ضخم يعني ايه؟ كبير الحجم. طيب لما يجي يقول لي مضاد ضخم يعني عكس ضخم، ضئيل. يعني ايه ضئيل؟ يعني صغير جدا. هو بيقول لي ضخم يعني كبير، طب عكس كبير ضئيل يعني صغير جدا. مفرد أنظار نظر، مفرد أنظار نظر. جمع طائر، طير أو طيور. جمع طائر، طير أو طيور. ب، بما يمتاز طائر النعام؟ يتميز بإيه طائر النعام؟ الإجابة، طائر النعام طائر ضخم لا يطير. طائر النعام ماله؟ طائر ضخم. ضخم يعني إيه؟ يعني كبير الحجم. لا يطير، فله جناحان لا يستخدمان في الطيران. عنده جناحين بس مش بيستخدمهم في الطيران. وله رجلان
طويلتان قويتان، تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. تمنحانه يعني تعطيانه قدرة عجيبة، قدرة مدهشة على الجري. هقولها تاني، بما يمتاز طائر النعام؟ الإجابة، طائر النعام طائر ضخم لا يطير، فله جناحان لا يستخدمان في الطيران، وله رجلان طويلتان قويتان تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. السؤال الآخر، جيم، لماذا لطائر النعام قدرة كبيرة على الجري؟ ليه طائر النعام عنده قدرة كبيرة مدهشة على الجري؟ ليه؟ هنقول الإجابة، لأن له رجلان طويلتان قويتان تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. تاني، لأن له رجلان طويلتان قويتان تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. دال، بما يتميز طائر البطريق؟ طائر البطريق يتميز بإيه؟ هنقول يتميز طائر البطريق بأنه لا يطير ولكنه ماهر في السباحة وصيد الأسماك، وله قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. تاني، بما يتميز طائر البطريق؟ بيتميز بإيه طائر البطريق؟ يتميز طائر البطريق بأنه لا يطير ولكنه ماهر في السباحة وصيد الأسماك، وله قدمان قصيرتان وجناحان صغيرين. يبقى كده يا برايمري فور رجعنا أول درس في الوحدة الأولى بعنوان طيور لا تطير، وإلى اللقاء في الدروس القادمة.